رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاخبارنا المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. الفقره اللي جايه الوطن سبورت، رئيس فيفا يدعم موقف الجبلية في أزمة وكيل صلاح. اتحاد الكرة يطلب موافقة الأمن حضور 25 ألف مشجع للقاء مصر وسوازيلاند. وان تري، اجتماع لجنة الحكام لمناقشة الأخطاء في الدوري. اليوم السابع الجبلية تؤجل تطبيق تقنية الفيديو في الدوري لأسباب مالية. أجر يحصل على تقرير مباراة سوازيلاند وتونس. أجر يضم 28 لاعب في معسكر الفراعنة قبل مواجهة سوازيلاند. وان تري جاب أزمة سالجادو. فيتو، قاسم باشا يرفض بيع تريزيجي للريان القطري. الشروق، مدرب قاسم باشا يشيد بتريزيجي. سكاي نيوز، الأباتشي لهذا السبب رونالدو يتفوق على ميسي. عسلة إسبانية، تفاصيل العرض الخيالي من مانشستر يونايتد لضم فاران. سبورت 360، رسميا سامي خضيرة يجدد عقده مع اليوفي حتى 2021. كورة، إسانسيو يكشف نصائح زيدان وينفي التأثر برحيل رونالدو. نروح معاكم لتفاصيل الأخبار وهنبتدي مع الوطن سبورت اللي كتب إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكورة تواصل مع إنفانتينو رئيس الفيفا عشان يتشاور معاه على أزمة محمد صلاح، وعرض عليه طلب محامي محمد صلاح بشأن طبعا حقوق الرعاية والتسويق، ودعم رئيس الفيفا موقف اتحاد الكورة في أزمته مع وكيل محمد صلاح، وأكد إن اللاعب لما بيكون في صفوف المنتخب فإن حقوق التسويق والرعاية الخاصة بيه بتخص اتحاد الكورة في المقام الأول. كمان اليوم السابع قال إن طلب اتحاد الكورة من الجهات الأمنية السماح بحضور 25 ألف مشجع في مباراة المنتخب الوطني اللي جاية قصاد سوازيلاند، والمقرر ليها إن شاء الله يوم 12 أكتوبر اللي جاي في استاد السلام. يصدر طبعا منتخب تونس دلوقتي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقط بعد ما فاز على مصر وعلى سوازيلاند، وبيجي بعدين المنتخب الوطني في الوصافة برصيد 3 نقط بعد ما فاز فوز كبير طبعا على النايجر ب6 أهداف نظيفة، وبعد كده سوازيلاند والنايجر بيجوا في المركز الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منتخب. كمان وان تري قالت إن لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح هتعمل اجتماع النهاردة عشان يناقشوا بعض الملفات الهامة، وهيتم مناقشة شروط القائمة الدولية واللي هيتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة لمناقشة أخطاء الحكام مؤخرا في مباريات الدوري. كمان اليوم السابع قال ان كشف مسؤول في اتحاد الكوره ان تكاليف تطبيق تقنيه الفيديو او الفار بالشكل اللي طلبه الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا هتكون صعبه جدا، مش بس في الموسم اللي احنا فيه ده بل كمان في المواسم اللي جايه بسبب التكاليف الماليه الباهظه للغايه. وقال كمان ان في ازمه ثانيه، وهي ان في اكتر من ملعب لا يتطابق عليه نفس الشروط اللي حطها الفيفا عشان تطبيق تقنيه الفار. وان تري كمان بيقول ان هاني رمزي المدرب العام للمنتخب سلم تقرير عن مباراة سوازيلاند قصاد تونس للمكسيكي خافيار اجاري المدير الفني لمنتخبنا الوطني، وحرص رمزي ان هو يتابع اللقاء ده بناء على طلب من اجاري وقدم تقرير عن سوازيلاند عشان يقدروا يقفوا على نقط القوه والضعف قبل طبعا ما يصطدم ليهم منتخبنا الوطني الاول في الجوله اللي جايه من التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2019. كمان اليوم السابع قال ان المكسيكي خافيار اجاري مدرب المنتخب استقر على استدعاء 28 لاعب لمعسكر ماتش سوازيلاند المقرر ان شاء الله من 8 ل 16 اكتوبر اللي جاي في الجوله الثالثه والرابعه في التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2019 المقرر ان شاء الله انها هتكون في الكاميرون. واجيري عنده هدف ان هو يضم 28 لاعب عشان هو خايف طبعا ان اي لاعب ممكن يتعرض لاصابه او ايقاف في مباراه سوازيلاند الاولى في مصر اللي هتكون ان شاء الله يوم 12 اكتوبر اللي جاي، وده هيكون في ازمه اكيد لان في ضيق وقت ما بين المباراه الاولى اللي هي يوم 12 والمباراه الثانيه اللي هتكون يا اما 15 او 16 من نفس الشهر. موقع وان تري قال ان هاني ابو ريده
رئيس اتحاد الكرة هيعمل جلسة مع هاني رمزي بكرة إن شاء الله الخميس عشان يناقشوا بعض الملفات المطروحة في الفترة الأخيرة. وطبعا الجلسة دي هتيجي ما بين الطرفين بعد ما تقدم هاني رمزي بشكوى لاتحاد الكرة بسبب تواجد الأسباني ميشيل سالجادو جوه الجهاز الفني والتدخل في شغله، موضحا أنه ما كانش يعرف دوره إيه ولا طبيعة شغله لحد دلوقتي. فيتو كمان قال ان في تقارير صحفيه تركيه كشفت على رفض نادي قاسم باشا انتقال محمود تريزيجيه لصفوف نادي الريان القطري، وقالت صحيفه تركيه ان النادي القطري قدم عرض بيصل ل 5 مليون يورو عشان يقدروا يضموا اللاعب، وكمان حضر وفد من النادي التركي او من النادي القطري للتركية عشان يقدروا يحسموا الصفقه دي، لكن اداره قاسم باشا التركي تمسكت ببقاء تريزيجيه مع الفريق، خصوصا طبعا ان هو احد اهم العناصر اللي موجوده في النادي من الموسم اللي فات. الشروق كمان قالت ان كمال أوزدايز المدير الفني لقاسم باشا التركي اكد خلال حواره مع جريده سبوراكس التركيه ان محمود حسن تريزيجيه نجم منتخبنا الوطني الاول واحد من افضل لعيبه الفريق في الوقت الحالي، وكمال قال أوزدايز ان تالق لاعب ساهم في صداره الفريق لجدول ترتيب الدوري التركي لحد دلوقتي برصيد 12 نقطه من 4 مباريات لعب فيهم الفريق في دوري التركي. كمان سكاي نيوز قالت ان مهاجم بوكا جونيورز الارجنتيني كارلوس تيفيز كشف عن سر تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على نجم برشلونه ميسي، وقال تيفيز المشهور طبعا بلقب الاباتشي ان هو ما شافش ولا مره ميسي بيروح للجيم بعد التدريب او بيتمرن بطريقه غير منقطعه، لكن كريستيانو رونالدو دايما بيروح للجيم بعد ما بيتمرن وعنده رغبه ان هو يكون الافضل في كل المجالات. لصحيفة أس الأسبانية اللي قالت ان في تقارير صحفية ان نادي مانشستر يونايتد الانجليزي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عنده رغبة ان هو يضم بطل العالم الفرنسي رافائيل فاران، وقدم عرض كبير لنادي ريال مدريد في الصيف ده عشان يحصلوا على خدماته، لكن النادي الملكي ريال مدريد رفض العرض. ووضحت التقارير ان الشياطين الحمر قدموا مبلغ قيمته 112 مليون يورو عشان يقدروا يحصلوا على خدمات فاران، لكن قرر ريال مدريد ان هو يتمسك باللاعب ورفضوا العرض المقدم من المان يونايتد واللي كان هيخلي طبعا فاران اغلى مدافع في تاريخ لعبه كره القدم. كمان سبورت 360 قالت ان نادي يوفنتوس الايطالي اعلن بعد ظهر اليوم الاربعاء من خلال طبعا موقعه الرسمي على شبكه الانترنت عن تجديد عقد اللاعب الدولي الالماني سامي خضيره لحد عام 2021، واشاد البيان الرسمي بالاهميه الكبيره جدا اللي قدمها سامي خضيره للفريق على اقامته طبعا في تورينو من ساعه ما وصل قبل 3 سنين، وقال كمان ان هو بقى اكثر اللعيبه مشاركه في النادي برصيد 8882 دقيقه في كل المسابقات. كمان اخيرا بقى موقع كوره كتبت ان ماركو اسانسيو نجم ريال مدريد الاسباني قال ان مستواه ما تاثرش برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصيف ده لليوفنتوس، وقال كمان اسانسيو مع كريستيانو او بدونه العب بحماس كبير، اسعى لكي اكون اكثر اهميه للفريق. سريعا بقى هنروح معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا.
هنبتديها مع سليف كوليبالي لاعب النادي الاهلي اللي نشر على انستغرام صوره ليه مع محمد الشناوي وهما مع بعض في المطار. طبعا كلنا عارفين ان الفريق دلوقتي موجود في غينيا استعدادا لمواجهه ورايا كوناكري يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. كل التوفيق لفريقنا. كمان احتفل عمرو السولية على تويتر بعيد ميلاد اللاعب باكماني واللي انضم لسان داونز وكتب له عيد ميلاد سعيد. برضو نروح بقى لمحترفين ونبدأ بمحمود تريزيجي واللي تم ترشيحه لأفضل لاعب في الدوري التركي في الموسم اللي فات. وقالت الصفحة الرسمية لنادي قاسم باشا التركي على تويتر تم ترشيح المدير الفني لينا كمال أوزداكس كأفضل مدرب في العام ولعبنا محمود تريزيجي كأفضل لاعب في الموسم الماضي. كمان هنا كابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة على تويتر تريزيجيه عشان ترشح للجائزة دي وكتب ترشيحك لأفضل لاعب في الدوري التركي إنجاز كبير كل التوفيق ليك يا تريزيجيه. علق كمان كابتن ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني الأسبق على تويتر وقال تريزيجيه دايما لاعب مهم في المنتخب والأندية ربنا يوفقك وتكون في مكان أحسن. عالميا بقى نروح لمباراة اسبانيا وكرواتيا في بطولة الامم الاوروبية واللي اتلعبت امبارح. اسبانيا كسبت وصيف كاس العالم 6-0 نفس نتيجة مصر و كنا بنلعب مع مين؟ النايجر. علقت بقى صفحة بلاتشر فوتبول على الفيسبوك على المباراة ونشرت صورة لبعض لاعبي المنتخب الاسباني زي ما انتم شايفين كده وكتبت وداعا للاساطير القديمة مرحبا باللاعبين الجدد. كمان نشرت صفحة ريال مدريد الاسباني على تويتر صورة من المباراة وكتبت تهانينا لداني سيبايوس على الظهور الاول ليه مع المنتخب الاسباني الكبير الليلة الماضية. كمان ماركو اسانسيو لاعب ريال مدريد الاسباني منتخب اسبانيا على انستغرام نشر صوره ليه من المباراه وكتب ليله رائعه في جو مدهش. كمان علق كابتن احمد شوبير على خساره كرواتيا من اسبانيا 6-0 وكتب تويت على تويتر بتقول فين كرواتيا بتاعت نسخه كاس العالم الاخيره الفريق غير موجود على ارض الملعب. نشر كمان نيمار دي سيلفا صوره مجمعه للمنتخب البرازيلي على الانستغرام من المباراه الوديه اللي كانت ما بين البرازيل وسلفادور واللي فازوا فيها 5-0. نتائج المباريات اليومين دول بقت صعبه قوي. كمان نشر ديبالا لاعب اليوفنتوس ومنتخب الارجنتين صوره مجمعه للمنتخب على الانستغرام وكتب عليها معا دائما. ولعب كمان منتخب الارجنتين امبارح مع كولومبيا والدين انتهت المباراه بالتعادل السلبي. نشر كمان سامي خضيره لاعب اليوفنتوس الصوره ليه اثناء تجديده لعقده مع النادي وكتب لقد قمت بتجديد عقدي مع اليوفنتوس حتى عام 2021 من اليوم الاول كان عندي احساس خاص وبعد كده حسيت وكاني في بيتي. انا فخور جدا اني جزء من التاريخ العظيم للنادي وعائله اليوفنتوس دعونا نستمر في صنع التاريخ الاسود والابيض. كمان علقت صفحه كاس العالم على الفيسبوك على اداء اللاعب البلجيكي لوكاكو في مباراه بلجيكا وايسلندا في المباراه الافتتاحيه لبطوله الامم الاوروبيه واللي كسبوا فيها 3-0 وكتبت الفائز بالحذاء البرونزي بكاس العالم 2018 سجل هدفين وتسبب في ضربه جزاء سجلها ادن هازارد. برضه صفحه دوري ابطال اوروبا بتكمل بقى العد التنازلي لبدايه الموسم الجديد كتبت فاضل 6 ايام على انطلاق الموسم الجديد من دوري ابطال اوروبا. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل معاك وضيفنا النهاردة أستاذ عادل أمين. الأهل كيان، الأهل رمز، الأهل عزيمة، الأهل إصرار، الأهل دايما بيلعب حتى الثانية الأخيرة. الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضايع. كمون كمونة في الوقت الحاضر. في المرة في الدقيقة 94